بعد أن ظن الأفغان أن الحرب قد وضعت أوزارها بعد اتفاق السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة، عادت أصوات القذائف لتخترق هدوء عاصمتهم كابول. بمجرد أن سمعنا الانفجار قالت زوجتي لنأخذ ابنتنا بعيدا عن النافذة حتى لا تتضرر. لم أقف بعد، وكانت زوجتي قد اقتربت للتو من ابنتنا عندما أصابنا الصاروخ، ثم انتشر الغبار في الغرفة ولم أفهم شيئا. الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بحسب ما أعلنت السلطات الأفغانية. المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن وابلا من قذائف الهاون سقطت في الصباح الباكر على العاصمة، مشيرا إلى أن معظم الصواريخ أصابت الجزء الشرقي منها، كما لم تستثني الصواريخ مطار كابول الدولي. هجمات اليوم هي الثانية التي تصيب العاصمة الأفغانية بعد هجمات مماثلة وقعت الشهر الماضي. وقتها أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن إطلاق أكثر من 20 قذيفة هاون أسفرت عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 31 شخصا. القصف على كابول يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأفغانية سقوط 100 من عناصر حركة طالبان ما بين قتيل وجريح في اشتباكات مع القوات الأمنية في ولاية قندهار، وهو ما نفته الحركة. طالبان اتهمت القوات الأمريكية في أفغانستان بانتهاك اتفاق الدوحة بعد تحميلها مسؤولية مسرع 10 مدنيين في غارة جوية على مديرية جيري في قندهار، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى تخريب عدد من منازل المدنيين.